سنة 1980 اتقبض على شخص بتهمة مزاولة الطب بدون ترخيص، ولما اتحقق معاه قال لهم ان مش هو اللي بيعالج الناس، وان اللي بيعالج الناس واحدة اسمها الحاجة. ولما سألوه عن اسمها وعنوانها قال لهم ان الحاجة دي مش انسية، الحاجة دي من الجن. 1980 عبد العزيز مسلم ابو كف، شخص اتشهر بانه يقدر يشخص الامراض اللي الناس بتعاني منها ويكتب لهم ادويه ويعمل عمليات جراحيه كبيره، وكل الحاجات دي بتنجح والناس بتخف فعلا، على الرغم ان ابو كف انتهت مسيرته التعليميه في تانيه اعدادي. ابو كف اتصاب بشظيه في عمود الفقري في حرب الاستنزاف، والاصابه دي ادت ان جاله شلل وفقد الحركه تماما، ورجع على قريته وعاش مع والدته واخواته. وفي ليله وهو قاعد تعبان ومش قادر ينام حصل له حاجة غيرت له حياته. الليلة دي وهو قاعد على السرير شاف قدامه على الحيطة صورة باينة كأنها ست، لكنها مش واضحة، كأنها صورة متكونة من الدخان. وبدأت الصورة في الوضوح أكتر وأكتر لحد ما اتجسدت في صورة واحدة لابسة عباية وطرحة لونها أبيض، وتحركت ببطء في اتجاه أبو كف على السرير، لكنه من كتر الرعب والصدمة كان فاقد النطق لحظتها، وقالت له إنها الحاجة وإنها هتشفيه من الشلل لكن بشرط. أبو كف كان في حالة خوف مخلياه مش قادر يتكلم أو يصرخ أو يعمل أي حاجة، فكررت كلامها تاني وقالت له إنها جنية مسلمة وعايزة تساعده، واختفت تاني في الحيطة اللي طلعت منها في هدوء. أبو كف افتكر إن دي هلاوس وإن بيتهيأ له حاجات، ومرضاش يحكي لأهله لا يشكوا إنه بدأ يتجنن. وتاني يوم ظهرت الحاجة مرة تانية وحصل نفس الموضوع، لكن في الليلة التالتة أبو كف اتشجع إنه يتكلم معاها وسألها إيه هو الشرط اللي هي بتتكلم عنه، فقالت له إن شرطها إنه يتجوز بنتها لأنها الوحيدة اللي هتقدر تساعده. أبو كف بسبب حالته النفسية كان شبه متعلق بأي أمل، حتى لو الموضوع طلع وهم في الآخر، فطلب منها إنه هيفكر في الموضوع ويرد عليها، وفعلا ده اللي حصل. وفضل ابو كف في الليالي اللي بعدها حريص جدا ان يدخل اوضته ويقفل على نفسه باب الاوضه كويس، وكان مش بيطلع منها، وساعتها كان بيقابل الحاجه وبنتها، وكانوا بيطلعوا من نفس الحيطه ويفضلوا معاه لحد الفجر بيتكلموا وياكلوا ويضحكوا، لحد ما قال لهم انه موافق يتجوز بنت الحاجه. وكان تاني يوم من موافقته اوضته كانت كلها موسيقى وزفه عرسان على صوت الدفوف، ومجرد ما الحاجه اختفت لقى أبو كف إن رجليه بتتحرك. أبو كف فعلا الشلل اللي عنده خف، ووالدته وأهله فرحوا جدا وكانوا مش مصدقين الموضوع، لكنه خبى سره عنهم. وبرغم الفرحة اللي في البيت إن أبو كف خف، إلا إن الفرحة دي راحت بعد شوية بسبب سلوكه اللي اتغير. على طول منعزل في أوضته مش عايز يطلع، قافل على نفسه، ولاحظوا إخواته إنه بيتكلم دايما مع أشخاص جوه هم مش شايفينهم، لدرجة إن هم حسوا إنه اتجنن فعلا. وفي ليلة زارته الحاجة وقالت انها قررت تختاره وسيط يساعدها في شفاء الناس زي ما ساعدته، وطلبت منه انه لازم ينقل بيت تاني لوحده لان اهله كده بيحدوا من حريته وحرية مراته، وكمان علشان يقدر يستقبل المرضى. وبعد 3 ايام ابو كف عمل كده واجر شقة في شبر الخيمة وبدأ فيها يمارس نشاطه الجديد. بمجرد ان ابو كف كان بيبص للمرضى كان بيقدر يقول تشخيصهم وايه اللي عندهم بالظبط، وقدر باشراف الحاجة انه يعالج حالات عقم وشلل وسرطان ومرض كبدي وكلى وكل الامراض تقريبا، وكان بيعمل عمليات جراحية ناجحة، وكان بيعالج المرضى بتوعه مرة بالاعشاب ومرة كان ينزل يجيب الدواء من الصيدلية على حسابه الشخصي، وكل ده كان بياخد مقابل الكشف 25 قرش بس، لكن العلاج او الدواء او اي عملية جراحية كانت بتتم ببلاش. خلال مدة قصيرة اسم ابو كف اتشهر جدا لحد ما شخص شك فيه وعمل فيه بلاغ في الشرطة واتقبض على ابو كف، واتضح في التحقيقات طبعا ان ابو كف بيزاول مهنة الطب بدون ترخيص، ولما اتعرض على النيابة اعترف قدامهم بكل حاجة وقال لهم ان الكشف على المرضى والعمليات الجراحية وكل حاجة كانت بتتم بامر من الحاجة، وانه كان بيخاف يرفض اي طلب منها ليتأذي. ولما تسأل عن اسمها وعنوانها قال لهم ان هم مش هيعرفوا يقبضوا عليها لانها مش من البشر اصلا، دي جنية مؤمنة. قضية ابو كف فضلت شغل الرأي العام سنة 1980 وتعرض على مستشفى الامراض العقلية وتكلمت الصحافة عن قصته، لكن في النهاية ابو كف اتبرأ من كل التهم اللي توجهت ليه، وحكى للصحافة بعدين انه اثناء فترة العرض على النيابة والمحاكمة كان شايف الحاجة قدامه في كل خطوة. سلام عليكم.